هاي حلقة جديدة من ألايف ريكاب بتطلع عليكم تنستعرض فيها شو قطع الأسبوع الماضي من فقرات ومواضيع مميزة بأم تي في ألايف. وأكيد ما فينا ننسى عيد الحب يلي طغى على أبرز فقرات ألايف، والبداية مع فقرة أكو يلي تعرفنا من خلالها مع مارك على معاني ولغة الورد. فمثلا إذا شاب هدى بنت توليب يعني بيكون عم بيصرح لها عن حبه لأول مرة، أما إذا هديها وردة حمراء فبيكون عم بيأكد لها الحب. كتار منا بيهدي ورد عشر أيام بلا ما يعرف شو عم تحمل من معاني. تتعرفوا أكثر عن لغة الورد تابعوا معي هالتقرير. كيف بلش اللونجاج دي فلير؟ بلش بتركيا تحديدا، ونحن عرفناه من خلال الليدي ماري مونتاجو. صار واحد بيقدر يجي اول مره ويترك فيوليت، الصوره اللي عم نشوفها على الشمال فوق، بيتركها لبنات، بيكون معناتها عم بيقول لها انه في حدا معجب فيك بس بعدها سكرت انونيمس. بعدين بيقدر يهديها ليس الابيض لانه هو معجب فيها، عم بيقول لها انه انا معجب فيك وكمان بحترمك كثير. يعني الجلايا اللي عم نشوفها تحت الروز الزهر هون تيطلب موعد، بيقدر بالموعد يهديها ورده، ومن بعد الموعد بيقدر يهديها تورنسول تيقول لها انه هو مش شايف غيرها. بلبنان انا بحس ما بيقطع فالونتان من دون توليب ومن دون ورد. لما نحن كنا عم نهدي ورده مفتحه كثير هون لها علاقه بكانه اوكي انت حلوه بس انه بتقطع الخبر، يعني بتصدق يعني حالي كثير. لا انا صرت على الاخر انه هيدا كيف لانه فتحت هيدي منا حلوه يا مارك. ما عم بقول لك انه مشان هيك لازم نعرف شو نهدي. ننتبهوا كمان على الرجال اذا هديوا مرتهم ورده صفراء على فالونتان في بيغار عليها لا بالقلب لانه في يكون تيطلب سماح لانه خان لانه اكثر من الجالوزي مثل ما بنحكي. يعني من بعد هالتقرير يا شباب ويا صبايا ممنوع الغلط، انتبهوا اي نوع ورد بدكم تهدوا. من لغه الورد للغه الحب والام تي في اللي كان لها دور بجمع قلبين، الين برمانا وعماد ابي هيلا كابل تعرفوا على بعضهم بالام تي في وتوج حبهم بالزواج. شوفوا معي انترفيو اوف ذا ويك. نحن تعرفنا على بعضنا بالام تي في، عماد كثير سال عني عرفت كيف؟ طب بالاخر بينت عنده على الفيسبوك، اخذ رقم تليفوني، حكينا ودغري طحش. مش دغري هيك هيك يعني. انا بكون نحن عم نزيح دائما سبور، من بعدنا بيجي الطقس. بخلصنا بعد شوي بتبلش قالين الطقس، هي حدا جديد انه عادة ما كانت ما كنت شايفها وهي كانت يعني. عجبني كثير شكله وعجبتني اخلاقه بعدين. بعد قد ايه حسيتي انك مغرومه فيه نعيمان؟ ما كثير وقت، بفتكر دغري انا انغرمت فيه، هو محتال، عارف كيف حببني فيه. وتوجتوا هذا الحب ببنوت صغيره صار عمرها سنه وثمان شهور؟ كايلي. كايلي قالين الحب بيبتدي قبل الزواج شيء وبيتغير مع الزواج، كيف بيتغير هالحب وبتضلك محافظه عليه؟ انا بحافظ عليه بطريقتي اللي هي انه بسمع له لعماد. انا بحب كثير مثلا بالحياه بالعلاقه بكل شيء يكون في مثل اشياء متوضحه بين الكابلز. اذا بفرجيك انا هلا المساجات بيني وبين الين بتقولي انه هم بعدهم عارفين على بعضهم، هذا شيء حلو وحلو يبقى لانه هذا اللي بيخلي العلاقه متينه، يعني وخصوصا اذا علاقه انبنت عن حب. بتغار علي يا عماد؟ ايه بغار علي. الله بيخلي لي حد على طول لانه انا بلاه ولا شيء عن جد. عن جد حلو الحب ويمكن ما فينا نعيش من دونه، وبيضل هو الأساس الثابت لكل علاقة ناجحة. فشو ما كانت المشاكل حافظوا دايماً على حبكن وما تبعدوا عنه. وهلأ رح ننتقل لإيفنتس أوف ذا ويك، والبداية مع مسرحية أربعة بنص الجمعة لباتي توتال يلي كانت ضيفة كاتيا ببلوك نوت. مقاطع من هالمقابلة منشوفها سوا. أربعة بعدها بنص الجمعة بس نقلت على مسرح المدينة، بتي توتل موجودة معنا اليوم لتخبرنا أكثر عن هالمسرحية. سميتها الأربعة بنص الجمعة لأنه الأربعة بنص الجمعة هي يعني هو النهار يلي بيجمع التسع شخصيات. ما كتير
كثير هون حاسه انه رح نحلم، رح نشوف الاشياء مثل ما هي كانه لا هنن الشخصيات رح تحلم وانت رح تحلمي معهم. الشخصيات عم بيعيشوا واقع مرير وبيتمنوا تتغير حياتهم مثل هالدعايات يلي عم تمرق بهالبانويات، واحدى الدعايات هي زواج المدني يلي بيجمعهم هالتسع شخصيات مشاكل بتدور حول الزواج. وهنن بيلتقوا بالشارع بيعرفوا بعض، هالشارع بلمهم بلم همومهم بيشاركوا همومهم وبيتحدثوا، وبيصير هالأربعة بنص الجمعة مثل ما وعد، إلى أن هونيك نهار أربعة ظروف معينة بتجبرهم يضلوا بالشارع لفترة زمنية، وهون بتبلش الحبكة وهون ببلش الضحك وهون بتبلش الأشياء. بحب ذكر أنه مسرحية أربعة بنص الجمعة مستمرة ل 24 شباط بمسرح المدينة. شو في معارض مسرحيات ونشاطات تانية بلبنان منستعرضها سوا بهالتابلو. منبلش بأول معرض ألفابت أوف رياليتي بجاليري جانير روبيز مستمر ل 26 شباط. معرض كاراكوز بجاليري مارك هاشم مستمر ل 23 شباط. وفستيفال البستان بأوتيل البستان مستمر ل 27 أدار. أما مسرحية We Offer You a Nation مستمرة ل 27 شباط بكازينو لبنان. أما النيو موفيز اللي فيكم تابعون بالصالة اللبنانية هالأسبوع فهن منبلش بأول موفي A Good Day to Die Hard لبروس ويلس، هو موفي كرايم أند أكشن. تاني موفي كوميدي وكرايم جامبت. أما تالت موفي قريب كتير على The Notebook هو Safe Haven Romance and Drama. وآخر موفي Beautiful Creatures دراما فانتسي اند رومانس. اما الالايف سيلكشن هالاسبوع فهو موفي بروكن سيتي من بطوله مارك وولبرغ، راسل كرو وكاثرين زيتا جونز. القصه بتحكي عن شرطي بيلعب دوره مارك وولبرغ، بينصب له فخ من قبل حاكم المدينه راسل كرو، وتثبت براءته بتتم المواجهه بينه وبين راسل كرو. فيلم اكشن كتير ضخم والكاست اكيد كتير قوي، بنصحكم تحضروه. ننتقل هلأ لمحبي المطالعة. مثل العادة مكتبة MTV Alive غنية بكل أنواع الكتب، وهالأسبوع اخترت لكم كتاب تناولته نادين بفقرة كتاب للصحافة عادل مالك يلي عايش أحداث لبنان لأكثر من 50 سنة. هالكتاب تاريخي وسياسي بامتياز، بيحمل عنوان 1958 القصة الوثائق والأسرار. الكتاب بيتناول مرحلة مهمة من لبنان وهي الحرب الأولى بعد نال لبنان استقلاله، بالإضافة لأسرار تنشر للمرة الأولى. أما أسرار الطعم الطيبة والأطباق يلي بتشهي كتير بنعرفها بمطبخ MTV Alive، وهالمرة مع الشيف جاد وابلا لسموكت تشيكن. شوفوا معي Recipe of the Week. You're the roast of my beef, the mash to my potato, the extra cheese on my burrito. You're the cream of the cream on my sweet little bang. You're the dish of the day, now where do I begin? You're the butter on my muffin, I'm the chicken, you're the stuffing. If you scramble all my eggs, then I'll end up with nothing. You're the burger in my bun, the tingle on my tongue. You're the wobbles in my jelly, my tasty number one. My mouth begins to water every time that you walk by. There's a rumble in my belly when you serve another guy. The hunger that I'm feeling, it just won't die. The dish of the day, yeah. You're the cherry on the top, the chocolate of my lot. You're the icing on the cake, you're the sweet wine on the grave. You're the cream of the cream, my sweet little thing. You're the dish of the day, I wanna dig right in. تتعرفوا طريقة التحضير رجعوا على ويب سايت الـ MTV mtv.com.lb فقرة كوكينج، ودايما جربوا حضروا أطباق بتقطع معنا بألايف. بعتوا الصور على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج وكونوا ضيوفنا بفقرة تيستينج. ختاما مثل ما بلشنا حلقتنا بالورد رح ننهيها كمان بالورد. مني لإلكن هالريبورت.
لهون بتكون خلصت جولتنا. تابعونا دايما على ويب سايت الامتيفي mtv.com.lb واكيد الفيسبوك البيج الخاصه بألايف. بتمنى ايامكم كلها تكون ورد وحب. انا بودعكم. انجوي يور ويك.